السلام عليكم ديزولي بور اصبحنا واصبح الملك لله ونواصل ان شاء الله بسم الله, الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا يقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته خطيئته فأولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله، لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، وبالوالدين احسانا، وبالوالدين احسانا, وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين, والمساكين، وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة، واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم {وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالروح وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك أن أمن فزعنا يوم الوعيد وأن ترزقنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود يا رحيم يا ودود سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين